تبارك لك في الدار، تبارك فيها الدار، وانزل البركة عليك. خذ ماي هذا الحين اخلص زيارة الشيخ. شيخنا عبد العزيز، الله يبارك فيك، الله يحييك. بسم الله الله يحييك. شيخ معليش بس قدام الجماعة. لا 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 معليش، توك تعصب عليك كذا. لا 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 اطلع شيخ، تتكلم علي قدام الجماعة دور كذا. حلال شكر الله يا اخي، خلاص ايش فيك؟ يا حمدي لا هو طاح بالمركه، هو طاح معلش خلاص رح 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 تحت رح تحت رح تحت معلش مش عايز تعال هنا تعال خلاص يا شيخ تعال هنا تعال لا لا لو انت قلت فيه وين خلاص لا مش حاب الشيخ تعال بالشيخ شلون انت ماشي يا ابن الحلال قل قل اخذ اطلع الله يبارك فيك طلع طلع احنا نصور نصور خلاص خلاص بعد نصور الصبر 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 لا 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 خليك 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 عم بعصب وانا طيب يا اخي تعصب علي الصبح وهو مزعجنا لا لا خليك ولا قال قال بسار خلاص بتسافر بتسافر الله يرضى عليك مكانك تحب يا بشمهندس قول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان ربي تنور وجهك ما شاء الله الحين شوف بوسني 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 حبني حبني يا شيخ يا شيخ قبلني قبلني لا 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 يا شيخ قبلني ما شاء الله ايش اللي لا ما حصلت بالاخر خلاص بس حبني حبك كيف لا يضمني لا تنصبر خلاص يا شيخ قوي علينا يا شيخ لا هو معجب ومحب خله معليش هذا حب اسلام لانه يقول صورنا اعجاب اسلام هذا عايز نقول حفال عليه سليمان طول الوقت يقول صورني مع الشيخ سليمان لا هذا خلاص وباشري وحبني وغمضني هو يقول صوروني مع الشيخ سليمان مرتاح قلب مرتاح قلب الله يعزك ويقدسك انا عايزين بنصور ترى يا شيخ هو الان زخير انا عارف انه جات كركب وطاح بس شوق لي حب انا اعرف ان المصلح انا اشوف على التلفزيون خلاص اكبر يا بعدين يحبوني مصاري اكثر ابو عبد العزيز ما نشوف على التلفزيون ها خذها ينقل علي والله ايه؟ شرف لي والله عندي مزرعه احطه فيه عشان سعيد اكيد مشروع بس ما يشتغل لا يشتغل ابن الحلال شاك جنبنا كل حاجه النخل وانا قاعد اوفره لك كذا بس كلامك الله البهايم قلت ترى دائما ما شاء الله في واحد صعيدي ذكي جاهم دكتور بيطري جاهم ايش دكتور بيطري حق ايش بيطري حق حيوانات بقر وحمير صح بحطه في غرفه قال الصبح ان شاء الله نوديك المكتب حق خسرت انت معي الصبح جابوا له كمكلا حمار وركب عليه وراح فشاف واحد صعيدي قال ازاي الدكتور ركب على زباينه انت والله لا انا حكوا الشيخ وخلاص مش عارف معاه يا شيخ التليفون قول امين قول امين الوليه ما كنت اشوفه على التليفون اللهم صل على النبي انا اجيب لك جوال سمحنا اجيب لك جوال هديه احسن لا 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 يا اخي لا لا يا شيخ لا 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 والله عم انت حتحسبونا ولا لا انا هالمصر تدعي على المصر الله عليه وسلم يقول استوصوا باهل مصر خيرا فان لنا فيها نسبا وسرا النسب منين من ابراهيم عليه السلام النسب منين من ابراهيم عليه السلام والصهر من محمد ماري القبطي وهم لهم قيمه عندنا وقدر والمصريون اخوال العرب اي مصري تاخذ كذا ها تقول ما تحب راسك ليش انا هذول اخوال العرب والله قوت علينا يا شيخ والله قوت خلاص خلاص والله انت افتح بقك افتح بقك لا لا كفيف يا حبيبي قم قم هذا قم هذا طويل عمرك لا يا حبيبي قم رضيت رضيت يا خلاص ابو يزيد معلش طحت خشون علي ابو يزيد هلا طال عمرك يلا حي يا علي قحطاني هلا طال عمرك يا السعودي انا طال عمرك ممثل سعودي والله لاني مصري ابو يزيد قحطاني مصري والله لا هو مصري وين سعودي 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 انا اعذروني اجل هذا سعودي لا لا اعذروني اجل سعودي تجميع مصري يا حبيبي يا شيخ والله حسبك صعيدي والله المفروض تبدا سعودي حط لهم مقدمه دام ممثل والله ممثل لا حتى يعرف يبوس الله يحفظك يا هلا والله يا لا لا تفرج علينا مشيت على الشيخ اي والله شلون هاليوم علي بعد اليوم انا والله ابو عبد العزيز شلونك مشيت عليك والله انا بالامانه والله انا نحس صعيدي وزعلت ليش لان المصريين لهم حق علينا ما ودنا يعني هذا تصوير وفيديو ينتقل الناس صح ولا لا عندنا اي مصري شوف انا ملاحق راسه واكرم ليش
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون بلدا يخال فيه بالقنطار فاستوصي بأهلي خير. الله يستعان كلام الرسول الله لا بد أن يتعامل معه عدنك الطيب بيم هيك الله يرحمه. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول إنه خير ولا ينطق عن الهوى. الله أكبر. ماريا القبطية رضي الله عنها صارت من أمهات المؤمنين. الله أكبر. تزوجها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ سليمان ودي واحد يمسكها الحين ويسوي فيه المقاطع. لا بس هذا المقطع الرحماني خلاص خلصتوا.